ننتقل إلى قطاع إعداد التراب الوطني، والسؤال الأول وموضوعه تقييم برنامج مدن بدون صفيح. للكلمة لأحد السادة المستشارين فريق الاستقلالي الوحدة التعادلية، تفضل سيد المستشار. شكرا سيد الرئيس، السادة الوزراء المحترمين، الزملاء والزميلات المحترمين، سيد الوزير، سؤالنا يتعلق بتقييم برنامج مدن بدون صفيح الذي عمر طويلا، وبالتالي نريد أن نعرف اليوم ويعرف من خلالنا الرأي العام الوطني أين وصلت هذه العملية. شكرا سيد الوزير. شكرا سيد المستشار، لكم كلمة سيد الوزير الإجابة على السؤال. السيد الرئيس المحترم، السيدات والسادة المستشارين المحترمين، شكرا سيد المستشار على هذا السؤال. طبعا الحال بالنسبة لهذا البرنامج مدن بدون صفيح، يمكن لي نتكلم على واحد العدد الإنجازات وموجودة وكان مجهود، ولكن الواقع أننا ما استطعناش نوضع حد لهذه الظاهرة، وهذا رجع لهذا الأمر. باش نعطي بعض المعطيات، عدد الأسر اللي استفدت من البرنامج أكثر من 280 ألف، في الوقت أن أصلا الإحصاء الأصلي ديال 2004 270 ألف، إذن تم إنجاز أكثر من ديك الإحصاء الأصلي. ثم كان واحد العدد الأسر اللي معنية برامج وإنجازات موجودة خص الترحيل، أما برامج في طور الإنجاز، أما في طور الدراسة، وتقريبا كان واحد 85 ألف أسرة اللي الآن ما مبرمجاش، المجموع كله 420 ألف أسرة. إذن المشكل اللي مطروح هو أننا تلوجه واحد العدد الإكراهات اللي تجعل أن ما تلحقوش البرنامج في الأجل المحددة، وهذا حتما تؤدي إلى واحد العدد ديال التعقيدات والتفاقم ديال الدائرة. تقوم بواحد العدد الإنجازات مهمة، ولكن كانت الصورة أننا بحال شي خابية مضخوبة ما تستطيعوش العمورة. علاش؟ كان عدد الإكراهات، الإكراهات ديال عدم التحكم في العدد ديال الأسر، عدد كذلك المشكل ديال الدائرة ديال تقسيم البراريك، الأسر المتفرقة إلى غير ذلك، زيد بالإضافة إلى المشكل ديال العقار. حنا بطبيعة الحال تنجتهدوا الآن، وكان عمل مهم جهة بجهة مع وزارة الداخلية باش نتجاوزوا وتنعتنيوا أساسا بهذيك النقاط السوداء، الدار البيضاء 36 ألف بركة، صخيرة التمارة 24 ألف، مراكش عندنا اجتماع بعد غدا إن شاء الله إلى غير ذلك. ولكن بالتأكيد أنا مقتنع بأننا خصنا مراجعة عميقة للمقاربة ديالنا. هذا المشكل ديال القصدير ولا ديال الصفيح راه ماشي مشكل ديال السكنة، خصنا نمشيو نحو مقاربات أكثر استباقية، أكثر اندماج. كان مشكل السكن، ولكن كان مشكل ديال المرافق العمومية، ديال التشغيل، ديال النقل إلى غير ذلك. كان كذلك واحد المسألة أساسية ديال التحكم في حقيقة قضية عدد الأسر، لإشكالية حقيقية مطروحة. إذا كان إنجازات، كان إكراهات نشتهيل للتغلب عليها. شكرا السيد الوزير، لكم كلمة سيد المستشار في إطار التعقيب. شكرا السيد الوزير المحترم، حقيقة أنه في التعقيب والله السيد الوزير ما عطل فاش نهضر معك، لأنه حنا كنعيشوا في الواقع، والمعطيات والإحصائيات تنعرفوها، والوتيرة ديال الاشتغال الحكومات المتعاقبة كنعرفوه، ولكن الواقع وداك اللي كنشوفوا في الواقع لا يرتفع الحقيقه. دابا راه دزنا لمساله اخرى اللي هي صعيبه، دابا راه ولا عندنا الاحباط عند الناس، ما بقاش كتثق الناس، ما بقاش بغات تثق لا في مدن بدون صفيح ولا في البرامج ولا في الوعود، لا المنتخبين ولا الحكومه، لانه انتظاريه طوالت. وغير مدينه مراش اللي تكلمتي عليها، راه كاينه حتى واحد القضيه جديده هو التباين الترابي، فيها خمسه ديال المقاطعات، كاينه مقاطعه اللي الحمد لله مزيان، كاينه مقاطعه اللي موصلها والو، بحال مثلا مقاطعه النخيل. وثانيا هذاك المنطقه ديال التشارك ما لقيناش، ما متواجدش. كنتكلم معك وعندي الضوابط ديال هادشي،
انا منذ توليتكم السيد الوزير وانا في هذا الموضوع معك، خصوصا في هذه القضيه هذه، وجبنا لكم مقترحات عمليه باش نساعدكم في اطار البريكواسيون. اعطيناكم العقار، اقترحناكم باش يحل المشكل ديال واحد المقاطعه كبيره، وكنتكلموا بديرتنا الموضوع في اطار باش نتعاونوا باش نحلوا ذاك المشكل. كنتوما مركزيا انتم كتشوفوا، لكن احنا قراب، كاينه سياسه قرب، حنا كنشوفوا هذا الشيء. الوضعيه في هذيك المقاطعه راه كارثيه، وتنقول كارثيه السيد الوزير، واني كنحمل المسؤوليه للجميع اليوم. تيخص نلتفتوا بهذيك المقاطعه ونهتموا بها، وغادي يكون الفضل ديالكم وديال الحكومه وديال الجميع باش نردوا الاعتبار لهذيك السكينه ونخليهم يطمئنوا. وما صبروا بزاف، صبروا بزاف، راه صعيب باقي تتكلم معاهم بهذا المنطق ديال المدن وارقام و 35000 و 70000 و 10000، شي راه ما عندهم ما يديروا به. حتى الخبيه متقوبه ولا مجزره ما عندهم ما يديروا به، اللغه ما عندهم ما يديروا بها. الناس بغاو المسائل توصل لهم. الناس اليوم تيقلبوا على الصدق وتيقلبوا غير عارف مصيره اين هو. راه كاين اللي عاش في هذه المنطقه كلها مكرفص فقير، والان راه غادي يورث الفقر العائله ديالو الاسره ديالته. وماشي يمكن، وكنشوفوا في التلفازه وكنشوفوا المشاهد الحمد لله في بلايص اخرين، وكنشوفوا الناس وصلوا وهما كيتسناو. اش كيتسناو؟ ما عرفتش. ولبيبان تيبقاو مسدودين حتى المنتخبين وحلو. لانه اش غادي يقولوا الناس؟ اختصاصات راه هي معروفه محدوده، ولكن التجاوب ما كاين. فلهذا السيد الوزير الله يخليك، انا اللي كيهمني وهاني تنقول لك السيد الوزير حنا موجودين، تلاقاو نشتغلوا في هذا الشيء. الله يجزيك بخير، شكرا.